شكرا كثير قسيس رضا. طبعا الموضوع مثل ما سمعت كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس، وأنا ذكرت في المقدمة أنه رح نتكلم عن شهادة الشهود، شهود العيان، وطبعا أكيد رح نختم بالفوائد والبركات العملية اللي بنستفيد منه من كلمة الرب في هذه الأيام. لكن اسمح لي في الأول اقتباس أنت اقتبسته، طبعا هو اقتباس يعني بحسب الدراسات المخطوطات والاقتباسات من الكنيسة الأولى والآباء الأولين. ذكرت قسيس أنه ممكن نجمع كل الكتاب المقدس مع 11 آية فقط من الاقتباسات، وأنه المجامع الكنسية هي مش على أساس أنه تقر يعني صحة أو عصمة الكتاب، ولكن هي لتدافع عن الهرطقات اللي كانت منتشرة، لأنه كان متعارف في تلك الأيام من خلال شهادة الشهود أنه كلمة الله كانت منتشرة وكانت معروفة. ويكفي أن نقول الاقتباس أنه كل الكتاب ما عدا 11 آية. اتفضل معك قسيس رضا. شكرا قسيس نزار. احنا بيقول احد العلماء اللي عمل دراسه في هذا الموضوع انه لو في القرن الثالث احرق كل نسخ الكتاب المقدس، هل ممكن نحصل على الكتاب المقدس مره ثانيه، على العهد الجديد مره ثانيه؟ وحضرتك مشكورا ذكرت النتيجه اللي وصل اليها هذا العالم، هو ان احنا عندنا الكتاب المقدس كله ما عدا 11 آية. وبالفعل احنا عندنا زي ما ذكرنا قبل كده سيد نزار في الحلقات السابقة، وانا ارجو ان المشاهدين والمشاهدات اللي يحب يرجع للحلقات السابقة على صفحة البرنامج نور لجميع الامم وبرنامج ليكن نور، احنا عندنا زخم، نحن لم نحرق النسخ او المخطوطات القديمة. عندنا 24,633 نسخة قديمة من البرديات اللي بتشهد، اللي فيها أجزاء من العهد الجديد. عندنا 5,000 نسخة كاملة للعهد الجديد. عندنا اقتباسات الآباء 36,280 اقتباس غنى. يا سلام، أشكرك يا رب من كل القلب. بالإضافة إلى الترجمات القديمة لحد القرن الخامس، عندنا 9,000 نسخة من الترجمات القديمة حتى القرن الخامس. طبعا عايز أرفع رأسي فوق وأنا فخور بالكتاب المقدس وأقول إنه أقدم كتاب ترجم من لغة إلى لغة بالكامل هو العهد القديم، اللي ترجم سنة 250 قبل الميلاد من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية اللي كانت متداولة في ذلك الوقت. اللي حابب أقوله يا أستاذ نزار إن النهاردة ترجمات الكتاب المقدس بتغطي أكثر من 95% من سكان العالم. عندنا أكثر من 2,200 لغة ولهجة لأجزاء من الكتاب المقدس أو العهد الجديد كله أو أجزاء أو كل الكتاب المقدس. امتياز يا أسيس نزار أن كتابنا يكون بهذه الصورة. أول كتاب يتحط على سطح القمر، أرمسترونج حط نسخة بالمايكروفيلم على سطح القمر وصنع العشاء الرباني وأرى مزمور 8 أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. امتياز يعني امتياز. وفعلا قسيس كمان بأكد على الكلمات من الحلقة اللي مضت عن الشهادة العلمية للكتاب البرهان القانوني، وذكرت عن يعني أنا لسه الأوراق عندي، ذكرت عن المستندات وشهادة الشهود والأدلة. طبعا اليوم رح نتكلم عن شهادة الشهود، لكن فعلا احنا بنرفع راسنا لأنه لا يوجد كتاب تحت الشمس فيه الأدلة وفيه يعني كتر وزخم الأدلة والمخطوطات مثل الكتاب المقدس. وفعلا هذا إن دل على شيء بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها، ولا تبديل لكلمات الرب. فالله هو المسيطر والمهيمن، والله له السيادة والقدرة الكاملة، وهو يقدر أن يحفظ
كتابه أيضا.